مشاهدينا متابعينا الاعزاء معنا في هذه اللحظات الاستاذ ماجد الشعبان. اولا حدثنا عن وجهه نظرك في المباراه النهائيه وكيف شايف عمل اللجنه المنظمه في البطوله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطوله مميزه، بطوله روعه، والتميز فيها باسم صاحب السمو الامير محمد بن خالد بن تركي بن عبد العزيز. الحضور الجماهيري لوحده هو بيتكلم عن الدوره، وابو محمد ما هو غريب عليه، يعني في كل سنه بيقدم الافضل. انا اعتبرها افضل دورات، يعني هي تعتبر المنطقه الغربيه ككل، جده، مكه، المدينه، الطائف، لكن هي افضل دوره بالامانه. دوره احياء وجده هي في المملكه كلها، فبطوله مميزه بكل امانه. كيف شفت المستوى الفني للفريقين اللاعبين؟ والله مستوى رائع جدا، وفي لعيبه صراحه ملفتين، يعني خاصه انا شدني الرقم 9 في شباب العبري، فتقدر صراحه الانديه تاخذ تستقطب من هذه اللعيبه، لانه اعمارهم باين، في لاعبين اعمارهم من 18 لل 22. غدا ستنطلق البطوله 21، هل لكم نية للحضور والتواجد؟ طبعا طبعا، انا متواجد في كل بطولات المدي، يعني اذا مو كلها اغلبها، فاكيد ما حنقطع. والبطوله الجديده هذه اللي افتتاحها اليوم حتكون، انا حتواصل معه، حكون موجود في النهائي ان شاء الله، وحتكون في اشياء فيها تميز باذن الله، لانه ابو محمد يستاهل. كلمه اخيره تختم بها هذا اللقاء؟ الاستمرار، بس غير الاستمرار نبغى الجهات المعنيه يساعدوا امثال ابو محمد، انه بيخسر على الدوره وبيتعب، وهذا في ريت يتساهلوا معاه ويساعدوه ويدعموه. اذا ما في دعم الحين كل شيء بالدعم، يعني حتى الشركات بتبخل، يعني بصراحة إنها تدعم، يعني هو أشياء بسيطة، يعني لازم إنه ندعم الدورات هذه، خاصة أبو محمد بيعمل تنظيم عالي المستوى. نشكرك على إتاحة الفرصة في هذا اللقاء ونتمنى لك التوفيق. العفو، الله يسلمك وشكرا لك.